لك شوية معكم حلقة مع فري بلاي. احنا النهاردة نلعب لعبة دريم ليجو سكور 2022. ف اللعبة دي فكرتها عادي زي بيس والألعاب التانية كورة، بس ايه، تكريت فريقك وليك نادي، تشتري لعيبة من هنا مثلا، تدخل دي اللعيبة اللي ممكن تشتريها، ولو مثلا طلعت هنا في حاجات وعندك لاعبين هنا ممكن تحطهم كده، مثلا اجيب ده واحطه هنا. ايه واو، ايه بس. فخلينا نسمي بالله نلعب اول ماتش لينا. دوس كلهم 60 وانا سايبهم كله 50. ف يلا السلام عليكم. ايه ده، بهزر. لازم العب. بسم الله. اخسر 100-0. بسم الله. اكسايتنج ماتش، مش محتاج تفكير. خسران 50-0. بسم الله. الله، بسم الله. الله، نبدأ الماتش اللي هنخسر فيه. ايه ايه ايه، إيه؟ لا حرام، ده انا معلق. الهوي علق الليج. يس، جون جون. يس، اخيرا جون. انا قلت اني هخسر الماتش ده. الحمد لله دخلت جون. يعني ده هنا، عدي، هات الكرة هات الكرة. هي يا لهوي علاج. ايه اللاج ده؟ بس يلا عدي عدي عدي. شوت الجون التاني. 2-0 2-0. يس، اخيرا دخلت جونين وانا اللي توقعت اني ممكن اخسر الماتش ده. ايه، يلا يلا. لا 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 لا، ايوه تمام. حلو، يلا يلا يلا. هجمة، اهجم اهجم. شوت الجون التالت. 3-0 3-0. يس. اخيرا، وانا اللي توقعت اني هخسر، ده انا كسبت. او لسه هو الماتش لسه مخسر، مخلصش. ايه يلا. لا يا رخم، هات الكرة هات الكرة. لا يا ريتني ما كعبلت. بقيت كده 3 جوان وكارت احمر. واو، يس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحارس صدها. ابعد ابعد. لا، حرام، دخل جون. هذا مدخل 3. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ريخيم، نصف الوقت. واه يا شباب، خلينا نبدأ بقى بعد الشوط الأول لما خلص. دخلنا 3 جوان. لا
مش عاوز اكعبل بس في نفس الوقت عاوز. شكرا. حرام، ليه الحاجات دي بتبقى ضدي؟ ليه حرام؟ طب هو حتى مش فاهم حاجة. ليه بس ليه كده؟ ليه تعملوا فيا كده؟ يلا. ايوه خليني نبدل. شوت. لا حرام، طلعوه بره. امسك يا حارس. تمام يا حارس. ليه نبدل؟ هات الكرة. ايوه حلو. لا مش حلو مش حلو مش حلو. خلينا نبدل. هات الكرة. خلص الوقت. يس كسبت أخيرا. 3-1. وكرت أحمر وكرت أحمر. تمام. لو اخد كرت أحمر دخل بدله مين؟ اجيب مين؟ اجيب ده. طيب بس ايوه بس كده فريق كامل متكامل. خلاص ده بتاعنا. تمام. كنت عاوز اعمل حاجة. دخلنا على هنا، هنا في حاجة كده مش عارف ايه دي بس قرب. دفعنا فلوس مش عارف كده. دخلت ايه ده كده؟ انت استفدت ايه؟ مش عارف. خلاص يلا ادخل. يلا بسم الله. بسم الله. يلا نبدأ نخسر 100-0. يلا.
هات الكورة. لا 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 لا، هات الكورة هات الكورة. أرجوك أرجوك هات الكورة أرجوك هات الكورة أرجوك هات الكورة. أيوه لا يا رخام، هكعبلك هكعبلك، ابعدها. تمام ايوه، عدي عدي تمام. شوف شوف الرخامة يكعبلني ليه. طيب ما عملتلكش حاجة، بس بلعب هدخل فيك جون جونين ثلاثة أربعة. هات الكورة برا. واو طيب لينا هي هي. ايوه يلا يلا شوت. حرام حرام حرام، دي تضيع شوت كده. بصي شوت كده وشوت. حرام فرصتين ضاعوا. شاطها شوت بدماغك. ايوه ايه، ركلة جزاء. تمام 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 حلو 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 حلو. بس السؤال دلوقتي انا خايف اضيع، مش عارف اصلا بشوط ازاي. بسم الله بسم الله بسم الله. لا لا لا، حرام حرام حرام. ارفع شوط. ايه هات الكورة. ايوه ايوه ايه شوت. يس يس يس، اخيرا جون اخيرا. بعد بهدلة وتضيع ضربة جزاء، يلا بينا نبدأ الشوط التاني بعد ما دخلنا واحد. يلا 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 يلا، هات الكرة هات الكرة هات الكرة يا رخم. تمام لا 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 لا، ما يقربش بس من الجون ما يقربش. لا لا لا، هات الكورة. حلو حلو، ارجعها شوت. حلو حلو شوت. حرام ليني ابدل. طب دلوقتي نعمل كده. حلو شوت شوت. حرام حرام. ابعد. لا ابعد
بتشوط فين؟ بتشوط فين؟ بتشوط فين؟ هات الكرة، هات الكرة. لا 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 لا، حلو تمام. جيب، ايوه روح شوط. لا هات الكرة، ايوه حلو. روح 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 روح، شوت شوت شوت. حرام 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 حرام. لا ايوه صح. جيب الكرة، جيب جيب شوت. لا حرام حرام. ده الوقت 1-0 تمام. حلو حلو اوي. طبعا يا شباب اخيرا كسبنا الماتش ده، ف خليني ادخل اشتري لاعب جديد. بس دلوقتي اشتري ايه؟ الصراحة محتار. طب ثواني ادخل بس على فرقتي. كلها 50ات، يعني اي لعبة الاقي 60 جيبه. خليني اطلع دلوقتي من هنا وادخل على اللاعبين. هشتري ارخص لاعب، شوف مين ارخص لاعب بقى واشتري. هجوم مش هجيب، مثلا ممكن اجيب ده. حلو ده. طب ثواني اشوف بس انا اصلا معايا مين. ادخل على الجيم بلين، كنت هشتري بقى ده. تمام ماشي. حلو حلو حلو، جيبه. يب خليه يدخل معانا النادي. تمام، هي جه معانا النادي. نشتري مين كمان؟ نشتري ده. محتاجين نكبر. ماشي خليها اكبر. تمام اشتري ده. وانا في الليست. تمام خليني بقى اشوف اللاعبين اللي جم جداد. الاتنين دول يعني احط ده هنا واحط ده هنا. تمام خلاص كده. فطبعا يا شباب انا في لحد ده، فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك، انكم تشتركوا في القناة لو انتوا لسه جداد معانا، ولو حابين ان احنا نستمر في السلسلة دي. وصلوا الفيديو ده لايكات حلوة وان شاء الله نكمل في السلسلة. فيلا سلام.